أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها بالعاصمة الرياض، حيث تسود أجواء مستقرة تفرق لبعض الغيوم، 22 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الملموسة 21، الرطوبة مرتفعة 84%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 21-7، عرعر 18-8، تبوك 21-8 درجات مع طقس مستقر. نذهب الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة، طقس صافي 28-14، جدة 33-17، مكة المكرمة 32-18، والطائف 23-11. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبدأ تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في أبها 21-8 درجات مئوية. هذه الأمطار الرعدية ستشمل أيضا المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وأيضا مرتفعات عسير الباحة 18-11 وجازان 30-26. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 24-14، حفر الباطن 20-11، الإحساء 22-11. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 22-12، بريدة 21-10، وحائل 21-8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.